اهلا بكم في قناتي، قناة اكلات هلا. طبعا احنا مستمرين وبنعمل حاجاتنا في بيتنا، مش بنشتري من بره الحاجات اللي هنقدر عليها، وباذن الله هنقدر نعمل كل حاجة في قلب البيت ونحافظ على صحتنا وصحة اولادنا، لان هي امانة في رقبتنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيلا بينا نشوف هنعمل اللانشون ده ازاي. مقاديره بسيطة وسهلة. انا عارفة البنات كسلانين، لا دي سهلة وهتعمليها بمنتهى السهولة. وكل اللي انت هتعمليها تسلقي شوية فراخ وتحطي عليهم كذا حاجة، هيطلعوا لك لانش. بس انا عندي هنا بنجر انا بشراه، وعندي توم مفروم 4 فصوص، وعندي الزيتون متقطع شرايح، لو انت عايزة تحطي فلفل اسود حب براحتك، وعندي معلقتين كبار جيلاتينا، وعندي شوربة الفراخ اللي انا سلقت فيها الفراخ. هعمل ايه؟ هجيب الجيلاتينا البودر واحط عليها شوية شوربة من اللي انا سلقة فيها الفراخ، وهقلبه مع بعض لحد ما الجيلاتينا تدوب خالص. ولو احتاجت شوربة تاني نحط، مفيش مشكلة. هي معلقة الجيلاتينا بتاخد 3 معالق تقريبا شوربة اهي، هي كانت محتاجة شوية حطت لها. وهنقلبهم مع بعض، هي الشوربة دافية. وهجيب الفراخ اللي انا سلقاها وهحطها في بولة كده. معلش التصوير كان وحش، معلش. هحط عليهم التوم 4 فصوص توم مفرومين، والفلفل اسود وملح طبعا وكزبرة. بسيط يعني، عشان احنا عايزين نكهة الفراخ تبقى قوية. هجيب بقى البنجر وهعصره، هعصره بايديا حلوة قوي عشان ما نوسخش. اهو حاجات تاني هنعصر بايدينا ونعمل كل حاجة بايدينا اهو. هو هينزل لي تقريبا شوية، هي دي نص بنجراية تقريبا، هتنزل لي 2 معلقة كبار عصير البنجر. انا عايزة لون بس، يعني عايزة اللون بدل ما يبقى ابيض خالص، فبيديني اللون زي بتاع بره كده الوردي. وهضيف عليهم الجيلاتينا بالشوربة اللي انا دوبتها اهي. بس اتأكد ان هي دايبة حلو. بس كده هبدأ بقى هضربهم بالبلندر. انا طبعا الفراخ مستوية عندي ومهرية كمان، ان انا سبتها تسلق كتير لما النسيج بتاعها تفتت، فهضربها بالبلندر. هتضرب معايا في منتهى السهولة بالشكل ده، اضربها بس حلو. معلش يا جماعة بعتذر كمان على التاني على التصوير، اليوم ده ما كنتش مظبطة خالص. بضربها اهو، ولو لقيتها محتاجة شوية شوربة بحط لها تاني. المهم تبقى خليط كريمي كده زي ما انتوا شايفين اهي، وتحسي ان هي بقت متجانسة خالص، ومفيش طبعا نسايل الفراخ، يعني ما تلاقيش فيها نسايل الفراخ خلاص. بس كده اهي، انا وصلت المرحلة اللي انا عايزاها. تمام كده هبدأ بقى اضيف عليها الزيتون المقطع، وزي ما قلتلك ممكن تضيفي فلفل اسود حب، مفيش مشكلة اللي انت حباه.
هجيب بقى ازازه، دي ازازه اهي خل، دي كانت ازازه خل انا قسمتها قطعتها، وهحط فيها ممكن ازازه حاجه ساقعه، وهتحطي فيها اللانشون بتاعك اهو، تمام كده اهو، وتخبطيه كويس بس عشان تطلعي منه الهواء اهو. وعلى التلاجة، وهتحطيه في التلاجة بقى حوالي 4 ساعات لحد ما يجمد ويطلع لانشون وياخد شكل اللانشون معانا اهي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اللون؟ شايفين لونه اهو؟ حد يقدر يقول على ده انه مش لانشون؟ اهو، ايه رأيكم بقى؟ بس الازازة معلش الازازة كانت حزة عليه، هي عايزة ازازة حاجة ساقعة وانا ما كانش عندي، بس مش هتفرق كتير لانه هنقطعه اهو. شايفين؟ شايفين؟ وبقطعه بمنتهى السهولة اهو، والطراوة اللي فيه شايفة الطراوة وشايفة لونه بجد والله، من غير فلترة ولا بعرف افلتر ولا بعرف اعمل اي حاجة اهو، الشكل قدامكو طبيعي 100%. ما تنسيش لايك وشير ويلا باي.